يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن شروط التوسل بالمخلوق أن يكون حيا حاضرا قادرا، فما رأي فضيلتكم بزيادة قادر في نظره؟ لأنه قد يكون في نظر المتوسل بالمخلوق لا يجوز، لكن لعله يقصد الاستعانة بالمخلوق. الاستعانة بالمخلوق إذا كان حيا حاضرا يقدر على أن يعينك فلا بأس بذلك، تعاونوا على البر والتقوى. التوسل بذات المخلوق لا يجوز، توسل بدعائه لا بأس إذا كان عندك تطلب منه الدعاء لا بأس، توسل بدعائه ما هو توسل بالمخلوق، توسل بالدعاء. نعم.